اللهم عن المنكر. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم الذي أرشد الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى من نعى نحو النبي صلى الله عليه وسلم واتسم بصفات رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رئيس الحفلة المؤقر وسادة البررة وزملاء الصالحين، إني أتمنى أن أخطب بين أيديكم خطبة يسيرة وجيزة حول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالالتماس منكم جميعا أن ترغبوا في السماء والعمل بالمعروف والزهادة في المنكر. إخواني في الإسلام، الله الذي خلق الجن والبشر يريد أن يدخل عباده في جنات الأرض والسماوات والأرض، لذلك هدى الناس إلى الصراط المستقيم والشرور التي تهديهم إلى الجنة والرضوان. فقال تعالى في القرآن المجيد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن هذه الآية تدل على أن المسلمين يجب عليكم أن يشكلوا في